الانتصار قدام جمهورنا الحمد لله ربي وفقنا وان شاء الله وان شاء الله معناها لو بلوز امبورتون في دوري المجموعات ووقتها معناها مازال صحيح. والله نهديو له الانتصار هذا معناها جمهور ترجي ان شاء الله نقولوا له يقعد يدز معنا كما معودنا معناها خاطر لو بلوز امبورتون مازال توا لو بلوز امبورتون مازال في الشامبيونز ليغ مازال معناها قدام الاهلي ان شاء الله يقعد معنا حتى الاخر ان شاء الله يدز معنا حتى الاخر كما معودنا معناها مستحقينه برشا 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 وان شاء الله معناها العام هذا ان شاء الله نهديو له التتويج ان شاء الله. جمهور فرح بيه كنت فرحت بيه. والله صحيح معناها كيما ريت تونس الكل معناها جمهور ترجي مش جديد عليه الشيء هذا لي جيست هذوما معناها فيزافي الجمعية ان جيست معناها ما نجم نعبر عليه كان جيست معناها نتاع جمعية كبيرة نتاع جمهور كبير وان شاء الله معناها يكملوا معنا هكا يكملوا يدزوا معنا الاخر كيما معودين حتى نهاية الشامبيونز ليج ان شاء الله. الاهلي الماتشي في نفس القدم تاع الاهلي تعرفوا بلي لعب كونتر قبل وتعرفوا اسكو الاهلي مش اهلي تاع قبل اسكو يقعد الاهلي الاهلي ولا لا؟ كما تعرف ناس الكل معناها موصل يزيونا من لغه الاهلي مش تاع قبل معناها الاهلي جمعيه كبيره تاريخها كبير معناها لازمنا نحتاتو مي بون معناها نحن كي نبداو مركزين ان شاء الله بقدره ربي معناها متقلقنا حتى جمعيه كما نشوفوا تبارك الله معناها جمعيتنا واقفه امورها مريقله ان شاء الله ربي باقي علينا الستر وان شاء الله ان شاء الله نكملوا هكا ان شاء الله.